شيخي بالنسبة لمصرف الراجح، هل عندك فكرة عن الوضع المال في كله الراجح؟ كله همشي برا مع ذاك التركي الشيخ، يعني بعض المشايخ أفتوا بأنه يجوز وضع المال في مصرف الراجح. أخي مع الأسف المشايخ اللي بيسمعوا السؤال وبيعطوا الجواب ما بيتعمقوا يفتشوا شو ورا السؤال. نعم. البنك الراجحي عنده رأس مال بالملايين ولا لا؟ نعم. وين هذا الرأس مال؟ ما أعرف شيء. اتخيل شوف. في البنوك لابد يكون. فإذا. وكيف يفتو يعني ابن باز، يعني أقوله ابن باز أفتى بهذا. أنا هلا هو مضطر إني أصمت. شايف شلون؟ يعني ما يجوز ها؟ ولا؟ طيب جزاك الله خير. ايش عندك؟ طيب ايش الحل شيخي؟ اللي عنده ملايين او عنده فلوس كثيرة فين يضعها؟ اين يضعها؟ عند الله. الذي لا يأمن عليها في بيته او في مكانه. عند الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. الآية منسوخة هي. الآية منسوخة. ما أدري عنها منسوخة ولا منسوخة. أنا أدري أنها منسوخة. نعم. بس من قلوب المسلمين. أنا سبحان الله كل ما تثار هذه المسألة. نعم. وين يروح فيها؟ مرة سألت هذا السؤال أنا في بريطانيا. هناك بالغوا في المشكلة أكثر من البلاد، أنه في قتل وفي لصوص وفي سطو وإلى آخره. وين نروح في المال؟ قلنا له يا أخي هذا كل واحد منكم الله أنا معليه بألوف أو ملايين، راح يضعها في مكان من البيت مكشوف، وليس هذا فقط، بس راح يرفع راي على البيت اللي فيه هذا المال. هنا كان سمين ومحله في المكان الفلاني فعليكم به. ما هو هيك القضية؟ فكل واحد بيكسب مال ما بيعلم أقرب الناس إليه شو مبلغه شو كميته، وأجرد الحفاظ عليه بيحطه في مكان كما يقول الفقهاء حريز مصون، ولا يعلم الناس إلا من كان يثق به كما يثق بنفسه. من إيش بقى خايفين؟ ضروري ترفع وعلم تقوله أنه هنا في مال كثير وفير حتى تعرضوا للنهب وللقتل والسلب. هذا بعد الاعتماد على الله. لذلك لما قلت لي وين يروح؟ قلت لك إلى الله. ففروا إلى الله، ينفروا إلى أحكامه. فهالآية اليوم تقرأ لكن لا يعمل بها. من أكبر الناس تدينا إذا ابتلي بالمال. وين يروح المال؟ البنك. كأنه البنك يعني هي الجنة التي لا تبلى ولا تبلى، مع أنه بيعرفوا من واقع البنوك إنه كثير من البنوك سطي عليها وأفلست وأحترق ونحو ذلك. شو استفاد المؤلف؟ ولا شيء. طيب فالله عز وجل خير حافظا وهو أرحم الراحمين. طيب عملية التحويل يا شيخ، تحويل الأموال عن طريق البنوك، إذا كان ما في طريق آخر ما في مانع، ضرورة. صناديق لحفظ الأموال، يعني أنا صناديق اللي أفتى بجواز يا الصنطاوي ما سمعت، لكن في توجد الآن لدى البنوك صندوق مثل خزائن يعني الأمانات. صندوق الأمانات. أمانات. هذا هو من جملة المخارج الآية يعني. نعم، لكن هاي التجار ما بتناسبهم، هاي بتناسب اللي بده يحفظ ماله. أما التجار بدهم يعوضوا يعني بضاعة من برا وبدوا البنك يعني يتفصل في الموضوع،
بده يكون المال مودع في البنك وليس في الصندوق.